بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر ذنوبنا في الآخرة والأولى، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واكتب لنا التوفيق والسداد حيثما توجهنا، نحن وذرياتنا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وآل بيت نبينا وسائر المسلمين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، الشارح محمد بن قاسم الغزي، وصاحب المتن هو القاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. في فقه السادة الشافعية، ووقفنا على قوله: فصل في موجب الغسل. بعدما انتهى من المقصد الأول من الطهارة وهو الوضوء، شرع في المقصد الثاني من الطهارة وهو الغسل، فيقول: الذي في موجب الغسل، يعني ما يجعل الغسل واجبا، لأن الغسل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، هو يتكلم في الغسل الواجب. والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا، هو طبعا من حيث اللغة الغسل أفصح عند علماء اللغة، لكن عند الفقهاء الغسل يكون للنجاسة أو للقاذورات، والغسل بالضم يكون لرفع الحدث، ده عند الفقهاء مصطلح الفقهاء يعني، لكن هو في اللغة الغسل أفصح ويطلق على الكل، سواء غسل النجاسة أو غسل البدن أو غسل الثوب، لكن الفقهاء اصطلح عندهم أن كلمة الغسل بالضم يبقى هو رفع الحدث، أما الغسل فيكون لإزالة النجاسة أو لغسل ثوب أو شيء من هذا. الغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا، يبقى ما نقول هنغسل شيء يبقى لازم الماء يسيل عليه، غير النطح، النطح ترش الماء، لأن احنا قلنا في إزالة النجاسة يجب فيها الغسل ما عدا بول الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن، فيها النطح يعني ترش بس، يبقى النطح رش، لكن الغسل لازم سيلان الماء. كويس. والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا، على الشيء هنا علشان يبقى أي شيء، سواء بدن أو ثوب أو حتى جماد. وشرعا لمعنى شرعي، وهو سيلان على جميع البدن بنية مخصوصة، لازم هنا النية، لأن الغسل ده يشتبه مع العادة، يعني حتى غير المسلم بيتغسل بيستحمى اسمه غسل برضه، فلأنه يشبه العادة فوجب فيه النية، ويجب فيه نية الغسل لرفع الحدث مش الغسل مطلقا، يعني ما اقولش نويت الغسل ويسكت، لازم الغسل لرفع الحدث، بخلاف الوضوء، لو قال نويت الوضوء مطلقا صح، ولكن يصح في التجديد ولا يصح برفع حدث الوضوء، إلا يقول نويت فرض الوضوء. واضح؟ دي تفاصيل في النية عند الشافعية، لأن الوضوء لو قال نويت فرض الوضوء خلاص نويت الوضوء مطلقا صح على وجه تجديد الوضوء، لكن لو قال نويت الغسل مطلقا دون رفع الحدث لا يصح، لأنه قد يكون عادة. واضح؟ فيبقى لازم يرفع ينوي فيه رفع الحدث. شرعا سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة، النية قلنا لرفع الحدث، طبعا هنا بنية مخصوصة يخرج منها غسل من غسل الميت، غسل من غسل الميت لا يفتقر لنية، لا قصدي غسل الميت، غسل الميت لا يفتقر لنية، بل يستحب فيه النية ولا تجب، يستحب فيه النية ولا يجب،
غسل الميت، يعني غسل الميت ده واجب والنية فيه مستحب، وده من الحاجات النادرة. يقول لك لنا واجبا نيته مستحب، لنا يعني كشافعية، اللي هو غسل الميت واجب شرعا والنية فيه مستحب، ولنا واجب النية فيه مستحب، ولنا واجب ولنا سنة النية فيها واجبة، ولنا سنة النية فيها واجبة اللي هو الوضوء قبل الغسل من الجنابة. فالوضوء قبل الغسل من الجنابة ده سنة، النية فيه واجبة لأنه جزء من الغسل الواجب. يبقى لنا واجب النية فيه مستحبة، ولنا سنة النية فيها واجبة اللي هي سنة الوضوء قبل الغسل. دي حاجات لطيفة كده بيحبوا الشافعية يسألوا فيها في الشفوي، أيام ما كانوا الشافعية موتان يعني. لكن على أي حال ما تفرقش كتير، المهم تعرفها. فشرعا سيلانه أي الماء يعني على جميع البدن بنية مخصوصة. فبيقول هنا والذي يوجب الغسل ستة أشياء، لازم نحفظهم دول. يبقى عندنا ستة أشياء تجعل الغسل واجب على كل مسلم. ثلاثة يعني يختلط، يعني ثلاثة يعني متساوي فيها الرجل والمرأة، وثلاثة خاصة بالمرأة. يبقى هما ستة في المرأة وثلاثة في الرجل، كأنهم ثلاثة في الرجل. يعني ما يوجب الغسل للرجل ثلاث حاجات، لكن اللي يوجب الغسل في المرأة ست حاجات. اللي يوجب الغسل في الرجل والمرأة الثلاثة الأولين اللي مشترك فيها الرجل والمرأة، اللي هو الإيلاج اللي هي إدخال الذكر حشفة الذكر في فرج آدمي أو في فرج مطلقا عشان يدخل حتى فرج الحيوان يبقى وجب الغسل، والإنزال اللي هو خروج المني، والموت. أدي الثلاثة دول اللي هم خاصين بالرجال والنساء، ثلاث حاجات بس لا رابع لها. خروج المني، التقاء الختانين اللي هو يعبر عنه بالإيلاج، والموت. الستات بقى فيها حاجات خاصة بيها، الحيض والنفاس والولادة. يبقى الباقيين الحيض والنفاس والولادة دي خاصة بالنساء، سهلة أي واحد يبقى حافظ الحاجات دي، لأن دي أصلا بتميز المسلم عن غير المسلم، لأن الأغسال دي حاجات خاصة بالمسلم. أيوة، لا يكلف الولي مسلمين، وغسل الميت ده فرض على عموم الأمة، واخد بالك؟ لكن الميت لو لم يغسل لا يسأل، لكن يسأل القائم عليه لما لم تغسله. فطالما فيها اسم يبقى واجب، فالواجب هنا على ولي الميت وليس على الميت، الوجوب هنا يكون على ولي الميت وليس على الميت. علشان كده في تفصيل يعني صور لطيفة، يعني يقول لك مثلا لو واحدة أدخلت ذكر الميت في فرجها وجب الغسل عليها ولا يجب إعادة الغسل للميت، لأنه مش مكلف، لكن وجب الغسل عليها. تفصيل صور يعني بتبقى إيه، مجرد صور عشان تربي الحس الفقهي ولو لم تكن لها وجود في الواقع، لكن في بعض التصرفات الشاذة بتسمع عنها يبقى ليها وجود في الواقع. يعني احنا بنسمع عن بعض الناس، كنت قريت حادثه في امريكا، كان راجل يخطف الستات يقتلهم ويغتصبهم وهم ميتين، شذوذ، عنده حاجه شاذه غريبه، مرض نفسي غريب، يعني يشتهي المراه وهي ميته ولا يشتهي وهي حي، شيء عجيب. او ده لو مسلم يجب عليه الغسل بره، فهمتني ازاي؟ مش نقول انها ميته. المهم هنا احنا قلنا ايه، الذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة منها تشترك فيها الرجال والنساء. طبعا الرجال يعني كل ذكر، يعني حتى لو صبي أدخل ذكره في فرج صبي لم يبلغ وجب عليه الغسل، فهمت؟ فهمتني إزاي؟ تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين، طبعا يجب عليه الغسل إمتى؟ لما يبلغ، لأنه لسه مش مكلف. الصورة اللي أنا قلتها لك هو مش مكلف، لكن يجب على المرأة لو كانت بلغت برضه،
ده كان الصبية برضه لا يجب على الغسل إلا إذا بلغت، لأنها بلغت على جنابة، بلغت وهي على جنابة، وهو بلغ برضه وهو على جنابة حتى ولو لم ينزل. تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين، ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج، الإيلاج اللي هو الإدخال يعني، والتقاء الختانين اللي هو موضع تختين الرجل من موضع ختان المرأة اللي هو البزر يعني، بزر المرأة بيبقى عليه قلفة برضو أو قطعة جلد تشبه القلفة أو القلفة التي على حشفة الرجل. فلو التقى موضع ختان الرجل من موضع ختان المرأة يعني ليس بالمماسة بل بالإدخال، لأن لو مسها لا يمكن، لا يجب الغسل، الغسل يجب بالإيلاج يعني تغييب الحشفة في الفرج. يعبر عنه بالإيلاج اللي هو الإدخال، ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها. طبعا كلمة حي دي ممكن قبل للمناقشة نقول مش شرط يبقى حي، لأنه لو واحدة أدخلت ذكر ميت في فرجها وجب عليها الغسل كده برضو يعني، ممكن قبل للمناقشة فيها صور ممكن تخرج كلمة حي بإيلاج حي واضح، واضح عشان يخرج الأنثى المشكل، الأنثى المشكل اللي هو عنده أعضاء الذكورة وأعضاء الأنوثة عنده الاثنين سواء بسواء. واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها. طب افرض هو مقطوع الحشف لما بيطهروه قطعوا له الحشف، يبقى قدر الحشف، أدخل قدر الحشف أو قدرها من مقطوعها في فرج، شوف فرج مطلقا يعني، يبقى أي فرج سواء قبل أو دبل، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان بهيمة أو إنسي أو حتى جني في صورة إنسان، كل ده يوجب عليه الغسل. واضح؟ علشان كده قالك في فرج وسكت، التنوين هنا تنوين والتنكير للتعميم، يعمم أي فرج. ويصير الآدمي المولج فيه جنبا بإلاج ما ذكر، يبقى هو يبقى وجب عليه الغسل اللي هو أدخل، واللي أدخل فيه أيضا يجب عليه الغسل. كويس؟ ويصير الآدمي المولج فيه جنبا بإلاج ما ذكر، أما الميت فلا يعاد غسله بإلاج فيه ولا بإلاج به. واضح؟ وأما الخنثى المشكل فلا غسل عليه بإيلاج حشفته بنفسه يعني، يعني لو هو خد عضو الذكري وأدخله في فرجه اللي هو فرج الأنثى اللي فيه ما يجبش عليه الغسل، لأن عادة الإنسان لا يتلذذ ببعضه. واضح؟ فلا غسل عليه بإيلاج حشفته ولا بإيلاج في قبله، ولا بإيلاج أي حاجة في قبله برضه، لأن هو مش عارفين هل هو أصلا أنثى ولا ليس أنثى. لكن على أي حال الصور دي نادرة، لأن قبل برضه للمناقشة، حتى دي قبل للمناقشة يعني، ممكن بعض الفقهاء يقول لك لا طالما أولج في قبله فالقبل اللي عنده ده يعتبر فرج، فبعض العلماء يقول لك لا احنا مش متأكدين إنه فرج، واخد بالك؟ ده يمكن يكون ندبة في الجلد وليس فرجا، ممكن ندبة داخلية كده لكنها مسدودة، واخد بالك؟ وبالتالي تحتاج لمناقشة. وإنزال المني، إنزال المني ده بغض النظر عن أنه هو أولج أو لم يولج، باشر أو لم يباشر يعني، احتلم مثلا وهو نائم أو وهو قاعد نظر بشهوة فأنزل أو تذكر فأنزل، كل ده يوجب الغسل بالإنزال مطلقا بخروج المني. عشان كده لو وجد في ثوبه منيا ولا يذكر احتلاما وجب عليه الغسل، إن مجرد خروج المني يوجب الغسل. ولو ذكر احتلاما ولم يجد ماء لا يجب الغسل. واضح؟ يعني لو هو استيقظ وذكر أنه احتلم في المنام ففتش في ثوبه لم يجد أثر مني لا يجب عليه الغسل. لو لا يذكر احتلاما ففتش في ثوبه وجد أثر مني
وجب عليه الغسل، لأن الغسل يجب بخروج المني. وإنزال المني، طبعا هنا إنزال المني لازم يكون إيه؟ بشهوة يعني، وأحيانا يبقى لو كان بقى على سبيل المرض يبقى ده لا يجب عليه الغسل، عنده سلس مني. لا السيلان ده شغلانة تانية، لأنه بيجيب صديد، ده مش مني، ده بيجيب صديد. يعني مثلا في بعض الناس عنده حاجة اسمها ايه، قذف داخلي، قذف بدل ما يقذف لبره يقذف للمثانة، فهمت ازاي، في المثانة بتاعته، فده لا يجب عليه الغسل بإنزال المني إلا إذا أولج، يبقى يجب بالعلاج، لكن لا يجب بخروج المني لأن المني لم يخرج. واضح؟ خلاص، يبقى ما يجبش الغسل، ده الكلام ده لو لم يولج. واضح؟ طالما ما خرجش المني يبقى لا يجب عليه الغسل. زي برضو المرأة التي جامعها زوجها وهي نائمة مثلا فلم تشعر بأي شهوة، ثم قامت فاغتسلت، ثم بعدما اغتسلت وجدت مني خرج من فرجها، لا يجب عليها إعادة الغسل، لأن المني ده مني مش بتاعها. لكن لو كانت جامعها متيقظة فشعرت بشهوة فاغتسلت ثم خرج المني، ربما يكون منيها معي، وجب عليها إعادة الغسل. الصورة دي خدت بالك؟ يبقى وإنزال المني بيقول، ومن المشترك أيضا إنزال أي خروج المني من شخص بغير علاج، وإن قل المني كقطرة ولو كانت على لون الدم، المهم يبقى مني وخلاص، لأنه ممكن لو عنده التهاب في البروستاتا ينزل أو الحويصلة المنوية ينزل المني مدمن، ولو كان الخارج بجماع أو غيره في يقظة أو نوم بشهوة أو غيرها من طريقه المعتاد أو غيره، كأن انكسر صلبه فخرج منيه. ومن المشترك أيضا الموت، ويستثنى الشهيد، لأن الشهيد عندنا عند الشافعية شهيد المعركة، شهيد المعركة اللي هو شهيد الدنيا، عندنا احنا شهيد دنيا وشهيد آخرة وشهيد دنيا وآخرة. الشهيد عندنا ثلاث أنواع من حيث أحكامه، يعني شهيد دنيا يعني نعامله معاملة الشهيد في الدنيا اللي هو مات في حرب مع الأعداء مع الكفار مقبل غير مدبر بسلاح الكفار، يبقى ده مات شهيدا، أو مات في حرب مع الكفار في عمية. عمية يعني إيه؟ يعني ضرب كده مضروب محدش عارف جاي منين فأصابته شظية مات، برضو ده شهيد لأن حرب مع الكفار، ولو كانت هذه الشظية جاية من سلاح المسلمين، واخد بالك، يبقى ده برضو شهيد دنيا نعامله معاملة شهيد الدنيا، وقد يكون شهيد آخرة، قد على نيته بقى، لأن كونه يبقى شهيد في الآخرة دي مسؤولية النية، لا يعلمها إلا من يطلع على النوايا اللي هو رب العالمين أو النبي، لأن النبي كان ربنا بيطلعوا على النوايا لدرجة أن يقولوا له ده شهيد يقول لهم ليس بشهيد، وعارفين القصص في المعارك كتيرة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ده مثلا كان غلى في غنيمة والتاني كان يقاتل من أجل حمية وأشيء من هذا. فيبقى شهيد الدنيا أحكامه في الدنيا نعمل في إيه، اللي هو مات في حرب مع الكفار مقبل غير مدبر، نعمل في إيه، لا نغسله ولا نصلي عليه ونكفنه في ثوبه، كويس، دي عشان كده نقول شهيد دنيا، ليه، لان في احكام متعلقه بيه، كونه بقى شهيد اخر الله اعلم، مش كل بقى واحد دلوقتي يطلع يقولوا عليه شهيد، غلط غلط، ما نقولش عليه شهيد في الاخره، نقول عليه شهيد في الدنيا، معلش ممكن يحتمل شهيد من شهداء الدنيا يحتمل، لكن شهيد يقينا في الآخرة لا يعلمها إلا الله، لأن الشهيد في الآخرة دي مقام يعتمد على النية،
والنية لا اطلاع لنا فيها، واخد بالك؟ فنسأل الله أنه يسلمنا ويحسن نوايانا. شهيد الآخرة اللي هو عند الله شهيد، مرتبته عند الله شهيد، لكن في الدنيا مش ميت في معركة، ميت بداء في البطن، ميت بداء طاعون، ميت بحرق، ميت بغرق، ميت بهدم، ميت امرأة في النفاس بتاعها أو في أثناء ولادتها وضعها أو في أثناء حملها، كل دول بياخدوا درجة الشهيد في الآخرة، واخد بالك؟ المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والمرأة التي تموت في جمع، يعني في جمع يعني مجموع جنينها في بطنها، يعني تموت وهي حامل أو تموت وهي بتوضع أو تموت في نفاسها، كل دي تاخد درجة شهيد في الآخرة، لكن في الدنيا نغسلها ونكفنها ونصلي عليه. فهمت إزاي؟ وكذلك اللي يموت بداء البطن يبقى برضه نغسله ونكفنه ونصلي عليه، فمالوش أحكام الشهيد في الدنيا، لكن دي حكم الشهيد في الآخرة إذا كان برضه في مرضه محتسبا، برضه تعتمد على الحكاية. في شهيد بقى الدنيا والآخرة اللي هو نيته خالصة لله، واخد بالك؟ ده يبقى شهيد في الآخرة وفي نفس الوقت ميت في حرب أعداء، يبقى اسمه شهيد دنيا وأخرى. وما دام ما نعرفوش الوقت في زماننا ده، نعرفه أيام النبي بس، إنما الوقت ما نعرفوش، نعرفه يوم الأيام صح؟ مثلا، لكن ما نقدرش نجزم، لا نستطيع الجزم. ليه؟ لغياب الوحي، لأنه غاب عنا الوحي. لا، اللي بيموتوا في قتال البغاة، قتل البغاة يعني مسلمين بيضربوا في بعض، أكيد فيها طائفة منها بغية على الأخرى، والوان كان الوقت اختلط الحق بالباطل، ما تعرفش مين اللي باغي ومين اللي مش باغي، الله أعلم، بسبب اختلاط الظلم وانتشار وتفشي، فدول ما ياخدوش داعي، ما نقدرش نقول عليهم شهداء، واخد بالك؟ ما نقدرش نقول عليهم شهداء ولا نعاملهم معاملة الشهيد، يعني ناخدهم نغسلهم ونكفنهم ونصليهم، واضح؟ خلاص برضه لو السم يعني مات بسم زعاف، يعني في الحال مات وسط أقدام الناس، يبقى خلاص هنعامله معاملة شهيد المعركة، لكن لو مات بسم تجرعه ثم مات بعدها بعدة أيام يبقى هيموت وهو مريض مش جريح، يبقى نعامله، يبقى هو عند شهيد عند الله، شهيد أخ، لكن عندنا احنا نغسله ونكفنه ونصليه. عشان كده يقول لك الموت إلا في الشهيد فلا يجب غسله، وتبعنا الشهيد اللي هو شهيد الدنيا اللي هو لا حكم الشهيد في الدنيا. وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. الحيض إيه هو تعريف الحيض؟ هو الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين، هو طبعا حقه الخارج من فرج المرأة، كويس؟ بلغت 9 سنين، يعني لو كان قبل 9 سنين ما يعتبرش حيض، يبقى استحاضة دم مرض، يبقى لازم يكون دم خرج من امرأة بلغت 9 سنين على الأقل وخرج من فرجها عشان نقول ده عليه حيض، وأنه يستمر يوم وليلة على الأقل، لأنه الحيض لا يكون أقل من يوم وليلة، وألا يزيد عن 15 يوم بهذه الشروط. احنا بنتكلم عن الفقهاء الشافعية، لان اقصى الحيض اختلف فيه، في بعض المذاهب قالوا 13 ايام، الشافعية قالوا 15 يوم. وهي الحيض اي الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين. والنفاس، ايه النفاس؟ وهو الدم الخارج عقب الولادة او السقط، اسمه نفاس برضه، واحدة سقطت شهرها الثاني او الثالث وسقطت كانت حامل وينزل عليه شوية دم بعد السقط، ده يسموه برضو ايه؟ نفاس. يبقى النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة او السقط، فانه موجب للغسل قطعا عند انقطاعه، طبعا لازم نزود عند انقطاعه، وادنى النفاس لحظة واقصى النفاس 60 يوما وغالبه 40 يوما، كويس؟ يبقى عندنا أدنى الحيض يوم وليلة وأقصى 15 يوما، وأدنى النفاس لحظة وأقصى 60
وغالبه 40. والولادة، طب والولادة ما هو بيعقبها نفاس، قال لك إن في بعض النساء ولادتهم جف، يولدوا بس كده وما ينزلش حاجة معاهم، يبقى دول يجب عليهم الغسل لأن الجنين ده مني منعقد، فكأنه خرج منها مني منعقد في صورة بشر، لأن الجنين أصلا ده عبارة عن مني منعقد، فإذا ولدت كأن خرج منها مني، ولكن مني منعقد، فيبقى وجب عليه الغسل إن لم يكن في معه رطوبة، فإن كان معه رطوبة تنتظر حتى تجف هذه الرطوبة لأنها تبعه نفاس. كويس؟ عمليات القيصرية يعني ولد من غير المخرج المعتاد، الراجح أنه يجب الغسل أيضا ولو لم يخرج من الفرج، ولو خرج من البطن ده الراجح، لأنه في وجه يقول لك لو كانت ولادة من غير الفرج، واخد بالك، لا يجب الغسل، ده وجه ضعيف عند الشافعية، بس وجه ضعيف، واخد بالك، لأن قالوا إن خروج المني يكون المخرج. لا أيوه، لكن في رأي تاني قال لك خروج المني مطلقا، زي ما قال لك ولو انكسر صلبه، يعني من مكان غير الذكر خالص، واخد بالك، فيبقى الراجح حتى الولادة القيصرية توجب الغسل برضه طالما الإيه خرج منها المولود. وأغلب النساء بيبقى معاها بعد الولادة يخش النفاس على طول، فلما تنتهي من ده غالب النساء. يقال إن ستنا فاطمة النبوية عليه السلام بنت نبينا صلى الله عليه وسلم سميت الزهراء لأنها كانت تلد وتغتسل وتصلي ولا يخرج منها شيء بعد الولادة، واخد بالك، فسموها الزهراء لهذا. فيبقى نادر، يعني نادر من النساء اللي هو إيه يكون ولادته جافة. والولادة المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا، والمجردة عن البلل موجبة للغسل في الأصح، موجبة في للغسل في الأصح، اللي هو إيه اللي هو وتفطر به المرأة برضه لو صائم، خد بالك، يعني هي لو صايمة وولدت قبل المغرب اليوم ده خلاص ما يتحسبش، واضح، لو في الصيام، وكذا لو هي صائمة وخرج منها وبدأها الحيض قبل غروب الشمس بلحظة، يبقى اليوم ده ما اتحسبش. لا، ولا تمسك، ولا يجب عليها الإمساك، لكن يستحب لها أن إن أفطرت ألا تأكل أمام الناس، واخد بالك، بس يعني لا تجهر بفطرها، أيوه، لكن لا يجب عليها الإمساك. يبقى احنا كده خلصنا تقريبا موجبات الغسل والحمد لله، اللي هم ايه، التقاء الختانين اللي معبر عنه بالإيلاج، وخروج المني، والموت ده اللي هو مشترك بين الرجال والنساء، وبعدين الحيض والنفاس والولادة، دول الستة المشهورة. فصل. وفرائض الغسل، يعني ايه هي أركان الغسل أو فرائض الغسل؟ الغسل فرائده سهلة، ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة وإيه وتعميم البدن بالماء، بس وخلاص، أدي واجبات الغسل. يبقى النية اللي هي نية إيه الغسل لرفع الحدث، لرفع الجنابة أو لرفع حدث الحيض أو حدث النفاس، النية، وقلنا النية هنا تكون فرض الأغسال ما عدا الموت، لأن الموت النية فيه مستحبة على الغاسل، وإن كان غسل الميت واجب فيخرج منها غسل الميت. يبقى فرائض الغسل ثلاثة، يعني فرائض الغسل اثنين في غسل الميت، إزالة النجاسة وتعميم البدن بالماء، لأن ما فيش نية واجبة في المسألة، النية مستحبة في اللي بيغسله بس. وفرائض الغسل ثلاثة، هنقول كده في غير غسل الميت: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وتعميم البدن بالماء، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. أما في غسل الميت ففرائضها اثنان: إزالة النجاسة إن كانت على بدن الميت، و
إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. نشوف كلام الشارح قال إيه في الحتة دي. فصل: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء، أحدها النية فينوي الجنب رفع الجناب أو الحدث الأكبر ونحو ذلك، وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس. وتكون النية مقرونة بأول الفرض. احنا قلنا النية لها وقت في الوضوء، قلنا أول الفرض اللي هو أول غسل الوجه، أعلى الوجه كده، لأن ده أول الفرض في الوضوء. الغسل النية تكون بمجرد لمس الماء أي جزء من عضو الإنسان، واضح؟ يبقى لأن ده الفرض هو أول مكان يصل إليه الماء من إيه؟ من بدن الإنسان، بعد ما يكون أزال النجاسة، خد بالك؟ لا لا، لأنه لو عليه نجاسة يجب غسلة لإزالة النجاسة وغسلة لرفع الحدث، واضح؟ أحدها النية فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك، أو تنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس. وتكون النية مقرونة بأول الفرض وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته. يعني لو نوى النية دي بعد ما غسل جزء يبقى وجب إعادة هذا الجزء، هذا غسل هذا الجزء، لأنه غسله بغير نية، واضح؟ ما هو حينوي يقول يا جنابة يقول حدث أكبر، أو ما أو هنا للتنويع، المعنى واحد، أو هنا للتنويع، وليس كل حدث أكبر جنابة، لأن عندنا الحدث الأكبر قد يكون بخروج المني، والجنابة غالبا لا تطلق إلا على الجماع، واخد بالك؟ لكن خروج المني سموه حدث أكبر، ما تقدرش تقول عليه يعني جنابة في الغالب، وإن كان ممكن تطلقها على أساس أنه يتجنب، سمي جنابة لأنه يتجنب قراءة القرآن ويتجنب الصلاة والطواف وغير ذلك والمكث في المسجد، إلا سيدنا علي أجاز له النبي دون سائر الأمة أن يمكث في المسجد وهو جنب. النية فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك، وتنوي الحائض نحو ذلك، زي إيه؟ استباحة الصلاة، أدي نحو ذلك، نويت الغسل لاستباحة الصلاة، لأنه لا تستباح الصلاة إلا برفع الحدث، وكأنه أدرجه، نويت الغسل للطواف، نوية الغسل لمس المصحف، إنه كل ده يمشي. وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس، وتكون النية مقرونة بأول الفرض وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته. وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه أي المغتسل، وهذا ما رجحه الرافعي، وعليه فلا تكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة، ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، عن الاثنين يعني، ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية، أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عندهما. النجاسة الحكمية اللي هي النجاسة التي لا جرم لها، لا جرم لها، دي النجاسة الحكمية. أما إذا كانت النجاسة عينية يعني في أثر بول على جسده باين، أو أثر دم على الجسد باين، يبين دي نجاسة عينية، وجب غسلتان عندهما، غسلة لإزالة النجاسة العينية وغسلة لرفع الحدث عن الموضع. لكن لو كانت النجاسة حكمية يبقى في الحالة دي يكفيه غسلة واحدة لإزالة النجاسة الحكمية ورفع الحدث في آن واحد. نجاسة حكمية يعني يحكم بنجاستها لكن هي ليست نجاسة، زي ايه يا سيدي؟ ده ما ينفعش الدم لأنه له جرم،
النجاسة الحكمية كأن وقع عليه نجاسة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة ولا جرم. ها؟ لا، ما دي برضو عينية، لعاب. لا لا، ما هو النجاسة الحكمية اللي هي النجاسة التي لا جرم لها، زي بول انقطع رائحته هو لا يرى أثره، ما يشوفش، ما يعرفش يشوف أثره، واخد بالك؟ فيبقى مثل هذه الأشياء، يعني لا يترك لا أثر لا لون ولا رائحة ولا جرم. فأنت مش عارف درجة، تبص في جسدك كله ما تعرفش فين هي النجاسة دي، واخد بالك ازاي؟ لكن هي محكوم بالنجاسة، لكن انت مش قادر تدرك، واخد بالك؟ مش موجود. ايوه، وفي حد ذاته، في حد ذاته لا، العلاج بغير انزال ممكن لا يتعلق عليه. لو تعلق عليه حاجة لها عين، لو تعلق عليه حاجة لها عين زي يعني بقى جزء من رطوبة فرج المرأة مختلط بمنيها، فممكن. لكن فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة بذاته كده في حد ذاته ده طاهر، اللي هو الإفراز العرقي اللي داخل فرج المرأة ده بيعتبروه طاهر، واخد بالك؟ ومحله إذا كانت النجاسة حكمية. أما إذا كانت النجاسة، شوف البيجوري كده عندك في الشرح، مدي مثال لنجاسة حكمية في الحاشية، لو عندك الحاشية بص عليه. أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عندهما. هي مكتوبة عندي عندهما، عندهما اللي هم إيه؟ عند الرفع والنووي. عندهما يعني عند الرفع وعند النووي. لا بس انت عارف الموضع اللي وقعت فيه، عارفه، لكن انت مش شايف لها اصلا. ما اداش امثله، خلاص. يبقى معناها نجاسه وقعت عليك لا لون لها ولا جرم ولا اثر، واخد بالك؟ دي اسمها نجاسه حكميه. وايصال الماء الى جميع الشعر والبشره، دي مهمه دي. فبيقول هنا وفي بعض النسخ بدل جميع أصول، يعني إلى أصول الشعر، بدل جميع الشعر إلى أصول الشعر والبشر، ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف منه والكثيف، بخلاف مثلا في الوضوء قلنا لو كان كثيف يبقى يسن التخليل ولا يجب إيصال الماء، لكن في الغسل لا، وجب إيصال الماء إلى جذور الشعر، ولا بين الخفيف منه والكثيف والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه. يعني لو الضفيرة متينة ومشدودة بحيث لما تيجي تغسله وهو مضفور ما يخشش الماء لباطن الشعر، يبقى وجب فك الضفيرة. لكن لو ضفيرة معمولة مخلخلة يبقى لا يجب نفضها لأنها يصل إليها الماء. ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف منه والكثيف والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه. والله تعالى أعلى وأعلم. هنا بيقول إيه؟ والمراد بالبشرة ظاهر الجلد. ده المراد بالبشرة هنا ظاهر الجلد، ويجب غسل ما ظهر من سماخي الأذن، اللي هو إيه؟ سماخي الأذن اللي هو صوان الأذن، ومن أنف مجدوع مقطوع، يعني لو واحد مقطوع أنفه يبقى الجزء الظاهر من الأنف، ومن شقوق البدن، لو في ندبات في البدن، ندبات أو شقوق، يبقى يصل الماء لباطن الشق، زي السرة مثلا، يتعهد السرة والمواضع اللي هي إيه المتنية في جسمه، لو كان تخين، الناس تخان تلاقي جسمه متني كده، يبقى لازم برضه المرأة لازم ترفع ثديها وتجيب المية تحت، ايه الثدي، كل الحاجة، يعني
يتعهد ايه معاطن الجسد ومواضع الشكوك فيه ومواضع العكن، يسموها ايه العكن دي، اللي هي الحاجات اللي هي مدلدلة، يسموها العكن. برضو يغسل طبعا، مش هي بشرة، ويلمسهم الأول في إزالة النجاسة، وبعدين بعد كده يشطفهم بالماء، وبعد كده يتوضأ. فإن لمسهم يبقى خلاص، ما هو ما هو بعد كده ما يعمم بدنه بالماء رفع حدثه، لأن الوضوء بتاع اللي في أول الغسل ده لا ينتقد، واخد بالك، لا ينتقد إذا كان في أول الغسل، لأن الغسل اللي بيجي بعده بيرفع كل الحدثين، واخد بالك. علشان كده هو بيبدأ تملي بغسل مذاكيره اللي هي مواضع النجاسات المتعهدة، فبيغسل مذاكيره في الأول وفرجه وحلقة الدبر كمان، واخد بالك، كل يغسلها، كل اللي يسموها المسروبة يعني، كمان لازم ايه يسترخي شوية قليلا ويحزق حاجة بسيطة كده، بحيث الجزء اللي يبان منه لما بيحزق ده يجب غسله، لأنه يعتبر من البشرة، واخد بالك، يخلص الحاجات دي كلها، وبعدين يتوضأ، وبعدين يعمم بدنه بالماء عشان يراعي مثل هذه. لو مس فرجه بعد تعميم البدن بالماء واستوعب التعميم مواضع الوضوء، يبقى لا يحتاج لإعادة الوضوء. لكن لو مس فرجه وعمم البدن بالماء ما عدا جزء من مواضع الوضوء، يبقى يجب غسل هذا الجزء. واضح؟ ويجب غسل ما ظهر من سماخي أذنيه ومن أنف مجدوع ومن شقوق بدن، ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف. الأقلف اللي هو مش الغير متختن، لغة المصريين مش متطهر، يعني بتبقى عنده غلاف مغطي حشفة ذكره، فيبقى يجب هذا الرجل إن هو يرجع هذه الحشفة ويغسل تحتها. وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة، يبقى لازم برضو، لأن ده من البشرة، يبقى المرأة تقعد على أرافسها، يوم بيبان جزء من فرجها وهي قاعدة على أرافسها، يبقى ده برضو يجب إيصال الماء إليه، لأنه ده جزء من البشرة. ومما يجب غسله المسروبة، المسروبة اللي هي إيه؟ اللي هي الجزء اللي من الدبر اللي بينزل عندما ايه الانسان يقضي حاجته، يبقى ده يجب غسل المسروبه، لانها تظهر في وقت قضاء الحاجه فتصير من ظاهر البدن. وسننه اي الغسل خمسه اشياء، طبعا هي اكثر من خمسه، بس هو هنا من باب الاختصار. التسميه قبله او اثناءه وليست بعده كما في الوضوء، التسمية والوضوء كاملا قبله، وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، وإلا نوى الأصغر معه، رفع الحدث الأكبر والأصغر يعني. الوضوء قبله وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، وإلا نوى الأصغر. وأنا أنصح بالوضوء بعده. واضح؟ ليه؟ لأن ممكن الإنسان أثناء الغسل يلمس ذكره تاني أو شيء من هذا، أو يخرج منه ريح، أو يعمل أي نقل من النواقض، فيخلي الغسل في الآخر، اللي هو الوضوء يعني، يخليه في الآخر. وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد اللي هي الدلك، يبقى كمان من السنن الدلك، خلافا للملكية عندهم الدلك واجب، وعند الأحناف، عند الحنابلة عندهم الوضوء الغسل من الجنابة يجب فيه المضمضة والاستنشاق، يجب فيه المضمضة والاستنشاق، لكن عند الشافعية المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الغسل، وهي بتكون مع الوضوء اللي بيعمله. وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد، ويعبر عنه هذا الإمرار بالدلك. في وجه عند الشافعي يقول لك امرار السنه امرار اليد على كل الجسد عشان يؤدي سنه الدلك،
وبالتالي الأجزاء التي لا يطولها يستحب الاستعانة بشيء يطول، زي عصاية، زي حاجة، زي المنشفة يعملها كده علشان يوصلها. وفي وجه تاني يقول لك بقدر ما تصل إليه اليد وخلاص، والباقي يكفي جريان الماء عليه وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد، ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك والموالاة، إنه يبقى كله ورا بعضه، يعني لا يجف الأعضاء قبل غسل باقي الأعضاء، دي حد الموالاة. والموالاة وسبق معناها في الوضوء، اللي قال لا يجف الأعضاء المغسولة قبل غسل باقي الأعضاء. طبعا في سنن تانية كتير، لأن هنا أي الخمسة، وتقديم اليمنى على اليسرى، يقدم الجزء الأيمن اليد اليمنى على اليد اليسرى، والقدم اليمنى على القدم اليسرى. في حاجات تانية زي التوجه للقبلة، وزي مثلا تخليل الأصابع وتخليل الشعر، ما هو داخلة في الدلك، يعني داخلة في الدلك. والتسليس، تسليس الغسلات تعملها ثلاثا، وكذلك في الغسل بغير إسراف، مع عدم الإسراف. وطبعا من ضمن السنن برضو انك انت يعني في اداب معاها، الا تسرف والا تزيد عن الثلاث، كويس، والا يكون الماء شديد السخونه او شديد البروده، كل دي اداب. ليه؟ هي بتعمل شعرك كده، وبعدين تنزل ايدك وانت تعمل كده، نزل ايه وكده، ادي ثلاث هنا اهو، ها، وتعمل كده، ما هو الميه نازله، مجرد انك عملت ايدك كده مرتين ثلاثه، ابقي ثلاثه مره. لو كنت بالكوز سهله هتعد بالكوز، لكن بالدش هتعد بايديك كده مره، لكن الكوز طريقه سهله، هتكب شويه. وطريقه الغسل بالكوز دي مهمه لطيفه، ليه؟ لانها بتعلمك الاول عدم الاسراف، بتعلمك الاول عدم الاسراف. يعني الرسول كان يتوضأ بمد ويغتسل مثلا بالصاع، يعني يتوضأ بالمد ويغسله الصاع صلى الله عليه وسلم. الصاع يعني 4 أمدد، يعني تقريبا 3 لتر، يغتسل ب3 لتر ويتوضأ بإيه؟ بحوالي 750 سنتي، يعني لتر إلا ربع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكوباية دي مثلا قد إيه؟ 200، يبقى 3 كوبايات من دول يتوضأ بيهم النبي خلاص، وبعدين 12 كوباية من دول يغتسل بيهم. احنا بقى بنغتسل بنهر النيل. فنحاول ايه، نقلل شوية الإسراف يعني. طبعا. فصل، والاغتسالات المسنونة 17 غسلا، طبعا هي أكتر من 17، لكن هنا احنا قلنا المقصد، هنا بيقول ايه، وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى، وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات من التسليس وتخليل الشعر، كويس قايل هنا. وهنا زي ما قلت لك استقبال القبلة، ومنها آداب عدم الإسراف في الماء وعدم الزيادة عن الثلاث، ومنها عدم التعرض للماء شديد البرودة وشديد السخونة، كل الحاجات دي أداب علشان ما يؤذيش نفسه. فصل في الاغتسالات المسنونة، والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. غسل الجمعة ده أولاها، ابتدى بيه لأنه أولاها للاختلاف في وجوبه، غسل الجمعة للاختلاف في وجوبه بدأ به. وغسل الجمعة لحاضرها، لمن يريد أن يصلي الجمعة ولو لم تجب عليه الجمعة، يعني الجمعة غير واجبة على المرأة، فلو أرادت أن تصلي الجمعة يبقى يستحب لها أن تغتسل. غسل الجمعة غير واجب على المسافر، فلو أراد أن يصلي جمعة وهو مسافر يغتسل، واضح؟ يبقى لمن يحضر الجمعة.
وبالتالي يبقى غسل الجمعة يدخل وقته من طلوع الفجر إلى حضور الصلاة. فإذا انقضت الصلاة انقضى وقت غسل الجمعة، ما يجيش بعد العصر يغتسل، أو بعد انقضاء صلاة الجمعة يغتسل وبعد غسل غسل الجمعة، خلاص فات وقته. بخلاف غسل العيد، يعني غسل العيد مثلا يدخل من نص الليل وينتهي مع غروب الشمس، لأن الغسل في العيد لغرض العيد، لزينة العيد، للزينة لله، واضح؟ فيستمر مدته لحد غروب الشمس. ما يضرش، ولو أجنب كمان لا يعيد غسل الجمعة لكن يغتسل للجنابة. يعني افرض اغتسل بعد الفجر للجمعة ثم أجنب أو أحدث، لا يجب عليه إعادة الغسل للجمعة، ولكن فقط يغتسل لرفع الجنابة أو يتوضأ لرفع الحدث الأصغر. وأفضل غسل الجمعة أن يكون قبل الذهاب للمسجد على طول، ده الأفضل، أفضل حالة فيه، عشان هو أصلا من أجل حضور الجماعة، فلا يتأذى الناس برائحة بعضهم البعض. طبعا بنية واحدة يجوز إدخالهما معا، يجوز بل يستحب. بيخشوا مع بعض، يعني يقول نويت الوصل لرفع الجنابة وللجمعة، كويس. غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق، الفجر الصادق اللي هو الايه، الفجر اللي احنا بنصلي بعده، لان في طبعا فجر كاذب اللي هو بيبقى فيه التواشيح والحاجات دي والأذان الأول، فده لسه ما دخلش الفجر. وغسل العيدين، هو كان حقه يحط بعد غسل الجمعة على طول غسل إيه؟ غسل من غسل الميت، ده أوجب الإغسال من حيث السنة، يعني أولى الإغسال من حيث السنية بعد غسل الجمعة مباشرة، أولى من غسل العيد كمان. يعني غسل من غسل الميت، فلو رتبها بالترتيب ده كان يبقى ايه؟ ترتيب الافضليات. يبقى غسل الجمعه بعديه غسل من غسل الميت، وبعد كده غسل للعيدين، وبعدين سائر الاغسال. ايوه. ما احنا بنقول يستحب. احنا بنقول الاغسال مسنونه. احنا بنقول ايه؟ الأغسال المسنونة يسن. خلاص الوضوء، والبني آدم السريع ده لعلمك يغتسل بنفس سرعة الوضوء السريع بالخرطوم. في حاجة اسمها غسل بالخرطوم، جربتوش ده؟ لا. خلاص سهل، بتخش دورة المية العادي وعندك الخرطوم وعندك الكوز وشغال، تكب كبتين منتهي، تروح لابس هدومك وطالع. جميل جميلة، ما هتنشفك. مش شرط تغير الملابس، يعني مش شرط تغير الملابس. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا، غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق، وغسل العيدين الفطر والأضحى، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل، اللي هي ايه؟ من منتصف الليل، من منتصف ليلة العيد. يعني أصل إحنا عندنا التوقيت الإسلامي القمري الليل يسبق النهار، والتوقيت الشمسي النهار يسبق الليل، فهمت بقى؟ فتوقيت المسلمين عموما تلاقي الليلة تيجي قبل النهار، فعلشان كده إحنا بنقول إيه؟ ليلة العيد بتبقى أول ما يقول لك العيد بكرة وتصلي المغرب، بقت دي ليلة العيد، فهمت؟ مع إن لسه نهار العيد ما جاش. لأن احنا عند المسلمين الليل يأتي قبل النهار، لأنه مرتبط بالقمر، دخول الـ 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 الشهر، دخول الشهر بالقمر، والقمر يظهر في الليل، يبقى الليل يسبق النهار عند المسلمين التوقيت الهلالي القمري، إنما في التوقيت الشمسي مختلف، واضح؟ وغسل العيدين الفطر والأضحى، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل. والاستسقاء أي طلب السقيا من الله، اللي هي صلاة الاستسقاء، يعني يسن الإنسان يغتسل قبل ما يطلع لصلاة الاستسقاء. والخسوف للقمر، صلاة الخسوف بتبقى تملي ليلية وبتبقى من أجل القمر، والكسوف تملي نهارية وبتبقى من أجل الشمس. وده اصطلاح فقهي عند الفقهاء، إن الخسوف يطلقوه على القمر والكسوف يطلقوه على الشمس،
وإن كان من حيث اللغة فالكسوف والخسوف مترادفان للشمس وللقمر. يعني ممكن تقول كسف القمر وتقول خسف القمر، ممكن تقول خسفت الشمس أو كسفت الشمس، ده من حيث اللغة. لكن الفقهاء حبوا يميزوا، قال لك الخسوف خليه للقمر، وإذا إيه وخلي الكسوف للشمس. والغسل من أجل غسل الميت، طبعا احنا ليه من حيث ترتيب الافضليه كان حقه يحطه ده بعد غسل الجمعه. والغسل من اجل غسل الميت مسلما كان او كافرا، يعني سواء غسل ميت كافر او غسل ميت مسلم برضه يغتسل، لان يقال ان لمس بدن الميت بيعمل ضعف في الانسان، يقوم يعالج هذا الضعف بانه ينشئ نشاط في جسده بالغسل، واخد بالك؟ لان مس جسد الميت عموما، يعني حتى اللي هو مش متعود على الحكايه لما يجي يغسل ميت يقعد له بتاع شهر كده عنده زهد من الدنيا، يعني يبقى عنده كده، يعني يا ريت الناس اللي مقبله على الدنيا دي يشتغلوا حنوتيه شويه، يقعدوا يغسلوا ميتين كل يوم لحد ما الدنيا دي ترخص في قلوبهم يعني. لكن عموما بتورس ضعف عموما انك انت تغسل وتباشر جسد الميت، دي في الانسان معتدل الفطره، فبتؤثر فيه عظة شديدة في بدنه فبتضعفه أحيانا، ثم يسن الغسل لإيه؟ لتنشيط هذا البدن. والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا، وغسل الكافر إذا أسلم. طبعا الكافر لو أسلم ولم يصبه جنابة قبل إسلامه يبقى يستحب له الغسل، لكن لو أصابته جنابة قبل إسلامه وجب له الغسل، لأنه دخل في الإسلام جنبا، واضح؟ وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره أو لم تحد الكافرة، وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح، لأن في وجه تاني ضعيف مقابل الأصح أنه لا يجب لأن الإسلام يهدم مكان قبل، يبقى يتوضوا على طول، واضح؟ وقيل يسقط إذا أسلم، يعني تسقط الجنابة إذا أسلم. افرض إنك أنت غسلته من باب إكرام الميت. افرض أنت غسلته لكن ما يجبش. لكن افرض غسلته وصاك يا أخي. واحد متزوج امرأة غير مسلمة ومن كتر عشرتها للمسلمين وصت جوزها إنها يغسلها بعد ما تموت فغسلها. ده وارد ولا مش وارد؟ من باب حسن العشرة. فإذا حصل يبقى يعني إيه يستحب له إن هو يغسل. لكن هم الكفار ما عندهمش حاجة اسمها يغسل ميت، ما عندهمش الحكاية، لكن عند المسلمين من باب إكرام الإنسان. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، واحد يصيب بجنون فأفاق من جنونه يستحب له أن يغتسل. والمغمى عليه برضه واحد أصابه غيبوبة أو إغماء فأفاق يستحب له أن يغتسل. فإن أنزل أثناء جنونه أو إغمائه وجب الغسل للإنزال، ولم يتحقق منهما إنزال، فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل على كل منهما للإنزال. والغسل عند إرادة الإحرام يسمى غسل الإحرام، لما تيجي تحرم بحج أو عمرة كل الناس يقول لك إيه اغتسل والبس الإزار، مش كده برضه؟ يبقى الغسل ده اسمه غسل إحرام، حتى الحائض تغتسل إن أرادت أن تحرم، والنفساء تغتسل إن أرادت أن تحرم، وإن كانت هي ممنوعة من الطواف فترة حيضها، لكن لا يمنعها من الإحرام، واضح؟ والغسل عند إرادة الإحرام، ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين طاهر وحائض. فإن لم يجد المحرم الماء اللي يحل محل الغسل المية التراب يبقى يتيمم، واضح؟ فإن لم يجد المحرم الماء تيممه. والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة، يبقى أول ما يقول لك أنت دخلت مكة أو على مشارف مكة وبتنزل بالأتوبيس كده عند بتوع الجوازات تملي يراجعوا الجوازات ويوقفوا الأتوبيس، تبقى على مشارف مكة تبقى في دورة مية، خش اغتسل لدخول مكة. أنا بعملها دي كتير، واخد بالك؟ ناس كتير ما يعرفوهاش، يلاقوني اغتسلت واستحميت وطلعت الأتوبيس، إيه يا عم الشيخ؟ يقول لهم غسل لدخول مكة، واخد بالك؟
لان تملي بتلاقي على مشارف مكه فيه ايه محطات تفويج، بيوقفوا الاتوبيسات يطلعوا على التاشيرات ويطلعوا على البتاع، واخد بالك؟ فانت وبتبقى في دورات ميه فخمه كويسه حلوه، فيها ميه كويسه وكل حاجه الحمد لله، يعني الامور ميسره دلوقتي. فما تنساش مثل هذه الارسال الجميله، وكذلك عند دخول ايه مدينه النبي، المدينه النبويه الشريفه، المدينه المنوره، لانها حرمين. عندنا حرم المكي والحرم ايه النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه قال اللهم ان ابراهيم حرم مكه واني احرم المدينه واشد، واخد بالك؟ واللي حرم المدينه مش سيدنا ابراهيم، لكن نسب التحريم المكه، اللي حرم مكه مش سيدنا ابراهيم، لكن النبي نسب التحريم مكه لسيدنا ابراهيم لانه اشهرها، اشهرها واعلنها، واخد بالك؟ لكن النبي أنشأها، وده يبين لك مزية النبي على سائر الأنبياء، أن النبي ينشئ أحكاما وباقي الأنبياء يظهروا أحكام، ونبينا له أن ينشئ الأحكام صلى الله عليه وسلم، ودي مزية خاصة بالنبي من خصائصه، ولم ينوه عليها كثير من الفقهاء. والغسل لدخول مكة لمحرم بحج نعم. طب افرض انت عرفت ان في غسل لدخول مكة والاتوبيس ما وقفش، اتيمم، ارض الاتوبيس فيها تراب، اتيمم لدخول مكة، تضرب ضربة وتمسح وجهك تقول نويت التيمم لدخول مكة، واخد بالك؟ تروح ضارب ضربة وتمسح وجهك وضربة ثانية وتمسح ايه الكفين الذراعين وخلاص، سهلة يعني. وكذلك للوقوف بعرفة في تاسع ذي الحج، في غسل الوقوف بعرفة برضه يستحب. انت بتوصل عرفة طبعا حران وعرقت وكده، بالذات اللي بياخدها مشي زي حالاتي، وده افضل، لان اللي بيركبوا الاتوبيسات بيتعذبوا بالزحمة، اللي بيمشي هو اللي بيطمئن ويوصل مستريح ويبقى مبسوط. عشان كده انا افضل ان اللي يحج يحج هو شاب يعرف يمشي وبتاع، ما يستناش لما يبقى على كرسي بعجل ويقول لك عايز احج، هيتعب. يبقى ايه والوقوف بعرفه. الحمد لله دورات الميه هناك متوفره في كل حته والميه كتير، فاما بتبقى على مشارف عرفه بتخش اي دوره مياه وايه وتصب شويه ميه عليك بنيه ايه الدخول الوقوف لعرفه. وكذلك المبيت لمزدلفه يعني بعد عرفه، وكذلك لرمي الجمار، كل يوم لها غسل، وانت رايح على رمي الجمرات تغتسل في المخيم بتاعك وتروح على رمي الجمار، كويس؟ ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاث، فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا. وأما رمي جمرة العقبة يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف، هو حقه من غسل إيه؟ مبيت مزدلف. فهمت إزاي؟ فلا يغتسل لقرب زمنه من غسل المبيت في مزدلف، لأن ده كان بعد الوقوف. والغسل للطواف، عندنا الطواف ثلاث طوافات يستن فيها الغسل، ثلاث أطواف. الطواف أنواع كتيرة، عندنا أنواع الطواف إيه؟ عندنا طواف العمرة، وعندنا طواف القدوم، وعندنا طواف الإفاضة في الحج، وعندنا طواف الوداع، وعندنا طواف التطوع، وعندنا طواف النذر، كويس؟ يبقى عندنا ست أنواع طواف، وفي عندنا كمان طواف التحية، تحية المسجد، يبقى سبع أنواع طواف. الغسل يستحب لثلاث أنواع بس من الطوافات السبعة دي. الغسل يستحب في ثلاث أنواع من الطواف من الإيه من الطوافات دي، اللي هو غسل طواف الإفاضة، وطواف القدوم للمفرد أو القارن، يبقى ليه طواف قدوم، لكن المتمتع ملوش طواف قدوم لأنه طوافه طواف عمرة ده المتمتع. طواف القدوم سنة، وطواف الإفاضة واجب، وطواف الوداع اختلف في وجوبه وجهان، وجه أنه واجب ووجه أنه سنة عند الشافعي. يبقى عندنا طواف الإفاضة واجب بالإجماع، طواف القدوم سنة بالإجماع، طواف الوداع اختلف في وجوبه أو سنيته، في قول قال أنه واجب وقول أنه سنة.
التلاتة دول هم اللي إيه يسن الغسل ليهم، التلات أنواع دول: طواف القدوم، طواف الإفاضة، وطواف الوداع. لا، واجب عند الشافعية قول إنه واجب، وقول تاني أنه سنة. ده بيتكلم عن طواف الوداع. الوداع عند الشافعية في وجهان، علشان كده عندنا في المذهب يقول لك إن فاتك طواف الوداع استحب دم للخلاف في وجوبه. واخد بالك؟ يستحب الدم لمن فاته طواف الوداع للخلاف في وجوبه. واضح؟ لكن طواف الوداع سنة عند باقي المذاهب، أظن كده عند الأحناف. الأحناف كمان عندهم متعلق بس بإيه؟ بالحج. متعلق بإيه؟ بالحج فقط. لكن عند الشافعي طواف الوداع اللي مفارق لمكة، سواء كان في حج أو في عمرة أو حتى لسفر وهو من أهل مكة، يطوف طواف الوداع. واضح؟ أيوة تمام. وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات، زي مثلا الغسل لكل ليلة من رمضان، ده غسل مشهور معروف يغتسل لكل ليلة من رمضان، يعني بعد غروب الشمس هو نزل كده هيصلي العشاء والتراويح، يخش يغتسل لهذه الليلة من رمضان. فدي سنة جميلة يواظب عليها، لطيفة تنشطه وتضيع أثر الخمول اللي أصابه بعد الأكل، فيروح على صلاة التراويح نشط، يقوم يجي في مسجد الأشراف يصلي معنا للفجر، يبقى فايق. احنا بنصلي للفجر. ها؟ علشان نكون خلصنا جزء كبير يعني. ما يجراش حاجة. يبقى عندنا الغسل إيه؟ للوقوف لكل ليلة من رمضان، دي من ضمن الأغسال المسنونة أيضا غير مشهور. والغسل لكل مجمع شريف، يعني مثلا إيه عامل أنت جمع كده هتختمه القرآن تقوم تغتسل، عامل جمع كده هتقرأ صحيح البخاري تقوم تغتسل، هتحضر مجمع في جمع من العلماء الصالحين هتروح تقابله يسنك تغتسل. واخد بالك؟ يبقى الغسل لكل مجمع شريف يسن، وعند ختم القرآن. وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال لك كمان يسن الاغتسال مثلا للاعتكاف، يعني هتبدأ الاعتكاف فتغتسل. ففي أغسال مسنونة كثيرة يعني، والله تعالى أعلى وأعلم. في أسئلة متعلقة بالموضوع أيضا. أصل أنت هنا بتنوي الغسل والوضوء مندرج فيه، والنية في الغسل واجب. واخد بالك؟ الوضوء ده من حيث الأعمال، لكن أنت أصلا من حيث الأعمال بتعمل أعمال وضوء، لكن أنت من حيث النية أنت ناوي الغسل كده برضو، فبيبقى اندرج فيها فأصبح واجبا. لا لا، ما هو مش محتاج، أنت مش محتاج. لا، هو هنا يجب يجب النية قبل الوضوء، قبل الغسل، لاندراج الايه اعضاء الوضوء اللي انت بتعملها لإزالة الحدثين في وقت واحد. ايوه. لا، انت السنة انك بتتوضى قبل ما تغتسل، ما هو ده جزء من الغسل، ده جزء من اعمال الغسل. ما هو انت دلوقتي كل جزء بتغسله في الوضوء ده بتشال منه الحدثين، يبقى طهر الحدثين من الاعضاء الايه الوضوء، بعد كده بقي باقي ايه باقي جسمك. لا، ما انت ما بتتوضاش للغسل الا بعد ازاله النجاسه كده برضه، ما هو ده الترتيب كده. فالاول بتبدا بغسل النجاسه، في حاجه اسمها المساله الدقيقه وفي دقيقة الدقيقة، أي الشيخ البيجوري في الحاشية. الدقيقة أنك أنت ما تنويش رفع الحدث من يدك عند غسل المصروبة، اللي هي الجزء اللي نازل من حلقة الدبر، علشان
هيبقى فيه حدث الوضوء موجود بلمس حلقة الدبر، واخد بالك؟ فتنوي بعد ما تكون غسلت المسربة، تنوي الوضوء، دي اسمها المسألة الدقيقة، واخد بالك؟ يعني في حاجات بعد الدقائق في المذهب، انا ما رضيتش يعني اتعبكم واحكيها لكم. ايوه لا، اما توصل عرفة، انت بتوصل عرفة قبل الظهر، والوقوف بعرفة بيه بعد صلاة الظهر والعصر، مش كده؟ فتروح داخل، انت بتتوضأ اصلا عشان تحضر صلاة الظهر والعصر، فخليها مع الوضوء ده غسل بس، سهلة يعني. ها؟ ما هو المحرم بقى بيصب المية كده ويخلل بصوابعه وما يستعملش المشط. لو كنا عارف ان هو حتى ما بيخلل بصوابعه كده بيطلع شعر، يبقى يصب المية بس كده خلاص. كل واحد على حسب طريقة شعر. انا شعري الحمد لله لو عملت حتى كده ما بيطلعش منه حاجة، واخد بالك؟ في ناس كده. ها؟ بيشطفوا يعني، فلمس فرج ابنه يبقى يتوضى برضه، يا اما يلبس جوانتي، يلبس جوانتي، يلبس جوانتي، ساعتها وضوء يفضل سليم ولو رقيق شفاف. عارف الجوانتيات الورق دي الشفافه؟ يبقى يحط عنده كام جوانتي كده بتاع، بحيث يبقى يلبسه ويشطف ابنه او يديها لمراته كمان وهي بتتعامل مع الابن ده، انضف ليها وتحفظ وضوءها كده برضه. ايوه إذا سقطت بنفسها بغير مبالغة لا شيء عليه، لو تعمد يبقى عليه، لو تلت شعرات فما زادوا يبقى عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، دم تخيير يسموه، دم تخيير، يصوم ثلاثة أيام يا يذبح شاة أو خروف، يا إما يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع يعني كيلو ونص. قبل أن يغتسل يوم لما يغسلها يعني؟ لا لا لا، قالها الإمام الغزالي في الإحياء، ما وافقوش العلماء. لا لا خلاص، قالها الإمام الغزالي، يقول لك علشان بتبعث يوم القيامة عليها الجنابة، ما وافقوش العلماء فيه، ما قلناهاش عشان كده. أيه. عشان ما تبقاش يوم القيامة تيجي له عليها جنابة. هل لديك أقوال أخرى؟ أي طب. اسمها قتال، قتال بغاة. أي الاثنين ناخدهم ونصلي عليهم ونغسلهم ونكفنهم ونقول اللهم اغفر لهم وارحمهما، ونحطهم قدامنا ما قدام بعض كده، وهم كانوا ماسكين السيف لبعض، نحطهم كده وندفنهم في مقابر المسلمين واحسبهم على الله. لا ما نعرفش نقول عليهم شهيد، لكن قد يكون احدهما شهيد عند الله، مات دون ماله، مات دون عرضه كده، ايه ولا مات عصبية، ما نعرفش، دخلنا قلبه، دخلناش قلبه، فهمتني؟ فاحنا لا نجزم بهذه المسألة، احنا كل اللي هنعمله نصلي عليهم وندفنهم ونحتسبهم عند الله بقى، هم في مشيئة الله يفعل ما يشاء فيهم، واخد بالك؟ ونتمنى لهم المغفرة. هذه الحكاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى